السلام عليكم. يتم حاليا إعادة تجديد وتأهيل فندق المرجان بمدينة القعلة بولاية طارف، وهذا الفندق العريق المعروف يعني منذ يعني ثمانينات القرن الماضي، واللي كانت عنده شهرة طيبة يعني بعد هذه الفترة الطويلة اللي كان مهمل ومغلق ومهمل، تقرر إذن مؤخرا إعادة تأهيله وتجديده. إن شاء الله ينتهي الإشغال وينضم هذا المعلم السياحي إلى يعني رصيد نتاع الفنادق العامة في الجزائر، والخاصة كذلك اللي الآن تعرف الطفرة نوعية وكمية غير مسبوقة. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.